السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده راديو سانيو. راديو سانيو اسمه ترانس وورلد، راديو متعدد الموجات اف ام و ام و اس دبليو. لونه فضي اهو، في اسود زي ما احنا شايفين. دي بتاعت الاف ام، البكرة اللي بتحول الاف ام، دي بتاعت الاي ام والاس دبليو، ونشوفه مع بعض. طبعا ده صنع في اليابان. الاريال ده بتاع الاف ام، ده بتاع الاي ام والاس دبليو. This radio is Sanyo, a radio multiband FM and MSW model trans world made in Japan. The brand is Sanyo. دايما منور يا كابتن خالد. حبيبي يا كابتن رامي، بشكرك طبعا وبشكر المجموعه والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بأقوات الشعب. ورسمت في عيني الفرحة ساعة ما كان بيشيل سألتها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود والترمذي، وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنت أطف من الدنيا خير، كنت أبقى جنب الثلاجة، ربنا اسمي الأي حاجة. عندك جبنة في الثلاجة غير أي جبنة في الثلاجة، مش أي جبنة في الثلاجة، تشبه اللي في الثلاجة. أبو قريبي 146 894 رواية بجد؟ يعني تقريبا كده، بس رواية حلوة. طيب كمان هي المادة كويس بسيطة. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده راديو ثانيو متعدد الموجات اف ام وام واس دبليو، اسمه ترانس وورلد، صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This radio is Sanyo, radio multiband FM and MSW, model transworded, made in Japan. Thank you.